هاي أنتوني سلام. يعني انت اليوم بنيتشر، ما اذا بتعرف نيتشر، نخبرك عن نيتشر. انا نعمل برمي على البلاطات اللي عنا، بتقلك انه انا كثير بحب ليش من هون، لانه هون عنا ارز لبناني، يعني حدا بحب يسافر وهيك، وانا ما بحب اجيب الارز من مكان، سهولة منجيبهم من عند رفيقنا شرب التوق، يعني من بيزرعون بغابة الارز، بنقول لهم للبيبينير تبع الكوميتي دي زامي دو لا فوري دو ساتر، انه بيعملوا شغل كثير منيح. هيدا طريقة انت تو سبورت لبنان، يعني اذا بدك تجي على الفيديو حسك. انا حاسس لا بدي اقول لهم نحن وين. نحن بميد باي نيتشر اليوم، وشفت مش كتير حلو وراي، كتير كتير حلو، فقلت له مارك مش معقول يكون في شيء هالقد حلو ما نصوره، فطلبت منه بي نيتشر عند مارك كل هالالوان الحلوه، كل هالست اب الحلو، كل هالشغله الحلو، انا نبرم عليهم ونفرجيكم شو بتقدروا تستفيدوا منه هيدي الصيفيه، شو لازم تزرعوا اذا عندكم فكره زرع او ببيوتكم، او كيف تهتموا بالزريعه تبعكم تطلع هالقد حلوه. فرح نعمل برمي مع مارك ويخبرنا شو في اشياء هون بهالشوبات بهالشمس بهالهوايات بهالموسم، شو بيطلع، واذا هلا الوقت تنقدر نصور تنقدر نزرعه. فرح نعمل برمي سوا ونشوف شو عنا اليوم. رح ارجع بلش لك من هون كانه ما حكينا قبل. فنحن رح نعمل برمي على نباتات والاشياء الموجوده هون. رح بلش انه اذا حدا مسافر بده ياخذ معه ارزه لبرا، هيدي ارزه لبنانيه مزروعه من بشره، تما تجي كيف ما كان من بزرات بشره، سو هون بتشوف السيرتيفيكيشن يعني جاي معه. فهيدي اول شيء، هيدا كوان تبع الكونيفرز، يعني نباتات الافر جرين وهيك. بدك ديركت لهون، هون عندنا يعني ما بعرف انتوني انت كيف انت وحماتك يعني بتصور منيح، هو اسمه لسان حما او سان سيفيريا. ليه؟ لانه يلي اكثر حدا بيكون ما بيفهم بالنباتات قد ما هي قويه بيقولوا له جيب منها. سو في قصار، في طوال، في كل اشكال، قد ما قويه يعني. هيدي بسموها البلانت يلي انت بتقتل كل النباتات بتجيب منها، ما تضيعه، ما في غيره. حدا ما بيعرف يهتم بالبلانت سان سيفيريا، بتعيش جوا بتعيش برا بس مش بالثلج. هولي هلا كثير ترندي، بس هيك تا نوصل المسج حلو، انه زيتون ايطاليان زيتون، والازمه عم بتخلي ناس بلشوا بلبنان يعملوا زيتون لبعد ما كبروا قد هاي، بس انه شو بها؟ معليه لو عم بعمل دعايه هيك تخبرك، دولار او دولارين 10 دولار، طب ليه؟ بلبنان زيتونه حلوه مزبوط؟ ف نفرجه كمان هيك لشويات يعني بالزيتون. انت والبزنس ما كثير اصعب. يا اخي انا نحن الاساس هو انه نفهم انه this is an opportunity. انا صار لي بهذا البزنس 20 سنه ولا مره شفت لبنان عم يعمل بون زي زيتون. هي اول مره which is amazing. عرفت يعني ولازم نحكي عنهم. هون بون زي امبورتد اكيد. رح اخذك دغري على هذا الكوار يلي حلو. هيك تنوصل اشياء نتعلمها يعني. اذا انت بالجبل او بالساحل بدك عندك شجره بدك فلاورز تحتها وبالفاي امباسيونس، اصلا اسمها هيك لانه قال لي امباسيونت دو فلورير، يعني بدها تضلها تزهر وتزهر، وبتقدر تزهر حتى شويه بالعتم. طب شو هيك هذا النبته مهمه. فهون عندنا الكوان تبع الفلاورز والاشياء الاروماتيك وهيك. يعني مثلا هون انا حابب دوقك انت القطه وانا برجع بخبرك بعدين. ودوق منيحه شو عندنا. هيدي اسمها انتوني كيوبن اوريغانو او مكسيكان اوريغانو، جست دو وبعدين خبرك كيف هيك النبتة. طيبة؟ كثير طيبة، معباية مي. التكستشر تبعها لذيذة وريحتها اوريغانو. طعم الزعتر. شو بسموها تمبوري تمبورا؟ الخلطة هيدا مع الكعك هون. ايه هي بتنعمل هيك مع عريضة ورقتها. سو بتنعمل مع البيض والطحينة. يس. وبتنقلها. يس. Very good. قرب تفرجيك كمان نبتة ثانية. يلا. هون إذا أنت بتكون عم تقرا، بتعرف إنه مثلا أوقات بنكون عم نقرا أوريغانو، خلطات أوريغانو وهيك يعني. فلما تكون عم تقرا كلمة أوريغانو بكونوا عم بيحكوا عن هالنبتة يلي هي أصلا أوروبية، حسها كلتها هيك بالأكل. لا. لا؟ مش عم تسمعني بقى. بلا. طب هيك أسامر شو عم بيعمل أنا وعم بحكي وبعدين بقول لكم شو بصير. ها. لحظة بس اجتنا هيدا هيك سيربريز بس تندوقها لان شيء كثير طيب وشكله كثير حلو. ايه دوق دوق يلا. ما انت دوقتنا قبل شوي كان بدك صحتي وطعميني. صح. اوريجانو لا؟ ايه شو فيها هيدي خبرنا. هيدي فيها. هي فيها صوص طماط مع لحم مفرومة، مرقة مفرومة، مثل يخنة البيت وتحتها في بطاطا دايبة مخلوطة بالزبدة مع قرشة الفريت. كيف كمل يركز على الزعتر ماك البهارات بقلب البندوره ولحمه مفرومه و
شويف رجعتنا على ايام التيتا. حسيت حالي عم باكل سباجيتي بولونيزا او بازيلا مع ملح مفرومه وصوص طماط. يلا شبالة ارجع للزهر. واو 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 واو. ما تروح بعيد، كثير بعيد ناطرك هون بس نحل. يلا هلا بنيتشر هون عندنا اكثر من 9 انواع زعتر. اوكي فرح اخذ هيدي فرجيك الفرق بين هو اثنين هيك ما نطول كثير. يعني لما بتقول زعتر كنت عم تحكي عن كثير نباتات. هون هي الزعتر اللبناني او الزوبعه المعروفه، هي الاوروبيه. هيدا احنا بنقول زعتر ومجموعهم كلهم بس كل وحده شيء. نحن بنعطي كلمه زعتر لماده فعاله اسمها تيمول او كارفاكرول، منه لنبته. فهي اسمها زعتر، هي اسمها زعتر، هي كمان اسمها زعتر، هيدي هون وحده كمان اوروبيه. فهي بس الطعمه تبعها. المنقوشه وين؟ المنقوشه هي اساسها هي. حتى هيدي هي الزعتر الاردني شفناها بالاردن. لما بتكون عم تشتري هون ماركات الاوروبيه مشان ما نعمل دعايه بيكون مكتوب اوريغانو، بتكون هي يلي اذا منتبه من دون ما تطلع طلوع بتفرش الارض. فهيدي الاوريغانو فيلغاري بيسالونا كثير عنها، في حقيقه كمان هون موجود. فزيت الشيء بكل النباتات بفرجيك قد ايه في انواع حبق. عنا الحبق هيدي المعروفة، هاي بيرينيال يعني ليك ورقتها، هاي بتعيش من سنة لسنة. بينما هون هيدا غير نوع، هلا ببين كثير من الورقات قد ايه مختلفين. ليك هاي العريضة المعروفة، وهون هلا اليوم يعني في منهم كثير طاروا فرجيك مثلا طلعت الريحة. هيدا الأوريجن، هيدا الحبق الأحمر، هيدي بتصير حمراء وهلا بعد شوي إذا طلع قدامنا هاي رويحة شو حلوة. ايه غير شكل، هلا عم نرد بعد ما فينا بسرعة. فهيك هيدي كل حدا فيكم عنده هول بجنينته 100%. بتعرف شو؟ تعال نشوف بتدوق وبعدين بتخبرنا. هيدي حتى حلوه ان شاء الله تصيبه. شبه بشي خبريه لك المضبوط. هلا عقلاتي وراسي ولساني عند الصوص طماط بس انه طب هي بسموها كاري بلانت، كاري ليف بلانت. اوكي بتحطها بالطبخ بتطلع طعمة كاري. اوكي هلا من الكاري طبعا الهند هي شجره. اوكي بس هي بتعطي طعمتها اسمها اليكريزوم. مثل ما انت عم تقول هو كلهم فيهم يكونوا بالبو يعني ما في ولا مشكل. بدك ترجع على الاكل او بكمل فرجيك؟ ما بدي ادوقك اياها. انا ما بدي ادوق، ما بدي ادوق. حمص انا ما بيتحرك. انا هلا محمص بدي فرجيك شغله كثير حلوه. هيدا نوع زعتر ليك قد حلوه زهرتها. هيدا سوبر حده، هي خرجه دويقه فكره يعني انتوني. وهيدا رماني دورف، رمانة. هلا لأنه اليوم عيد السنة أنا من سنة دوقتك شيء ما نرجع ندوقك إياه. سو أنت بدك تروح دوق هاي، خليني أشوف. لكل الناس اللي مفكر إنه مارك بحبني كتير فينا أقول لكم إنه برات الكاميرا قبل شوي طبش لي جاتو على راسي. جرب. فالله ستر إنه الجاتو طلع فيه نص متر سكر فما فقع. فالمحبة مش هلت. واو شو شكلك؟ هيدي حميده ستيفيا. ستيفيا ايه مزبوط شكلك. اف كثير حامضه وكثير سويت. اف سكر محط مثل بيبسي مش الدايت العادي من بعد ما قلت لك صار هيك. وانتني في كثير ما بيتفاجئوا انه هيدي كمان نحن حنايها بلبنان. هيدي التراجن او الاستراجون ترخون يلي هيدي ما فيك تجففها يعني تو انجوي ترخون بالطبخ بدها تضلها نبته يعني. هون هلا انا بس فرجيتك 10% من الاروماتكس موجودين هون لانه بعد في اكثر من 500 نوع عنا هون موجودين كبذر. هلا بركي بنشوفهم جوا وفي شتل مش هون احنا بالمشتل. هلا كمان في الفلاورينج بلانتس يعني اذا واحد مثلا عم ينبش على شيء. هاي مثلا انتوني هاي ما فيك تتخيل هالبلانت قد ايه بتبيض لك بتزرعها السنه الجايه بتصير قد. وهيدا الشغله كثير مهمه بالطبيعه لازم نعرف انه بالمشاتل اللي بيبيعوا بيات صغيره بس بيكبروا. سو هيدي بتعيش بالجبل بالساحل وشغله كثير مهمه. فرجيك شو جوا. انا بدي انبسط بعد بالشمس بتفرجيهم بدي برمهم على كل هول اللي حلوين. تعشم هاي. هيدي فيري رير بلانت بلبنان بسموها نبته البخور. اكسرها شوي وشم تشوف لنا اذا شو الوضع هيك. مش عن جد سميت شوف اشياء بالطبيعة شيء كتير 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 حلو. انا بدي احكي مارك عن الاهتمام. اليوم كل العالم عم تقول جاردينيا هلا الموسم هالالوان مزبوط ايد خضرة مش ايد خضرة. ليش هالقد حلوين؟ ليش هالقد مرتبين؟ شو النصايح اللي بتعطيها للعالم تكل العالم يكون عندها جنينة مثل هيدي؟ لك كتير بايخة يعني وانت اكتر حدا رح يفهم علي.
بالاكل في النفس، بالبلاتات في عمليا اذا بدك الايد الخضراء، انتبه وراك سو هيدي الايد الخضراء شغله كثير مهمه. بس اذا انت ايدك مش خضراء ما تعتلهم نيتشر هون لتساعدك، يعني عمليا هن الاشياء كثير هينه. اكثر ما بتهتم بالنبته بدها حب وحنان النبته، بترد لك هون. هلا شو الفكره الاساس الشجر ليكون هيك السيكرت؟ يعني انت بتروح على مشتل او محل بكون شغله اغلى شغله ارخص، التراب هو السيكرت، خلطه التراب. اذا انت بس يلا كيف ما كان تراب ما له عازه، تراب بده يكون تورب مع تيرو مع بيرلايت مع كيماوي خصوصي. مع كيماوي مش يعني تقول لك شغله، بالطبيعه بتعلمك الصبر. انت فيك تحط كيماوي بيخلص ب 30 ثانيه، بنسميه دويب او بروح بالارض. فيك تحط الكيماوي السلو ريليس اللي بيعطي النبته شوي شوي شو عايزه. فهي يعني اكيد بدها نفسيه. النبته بتعرف يعني اذا انت بتحبها هي بترجع بتحبك، بترد لك اياه هون، بتغنجها بيمشي الحال، ما بدها هالقد يعني. هلا اكيد هول كلهم بيساعدوا، اذا ما بتعرفوا عايزين تهتموا فيكم تحكوا معنا على واتساب 816-816-16، بنجاوب على كل شيء بيرسونلي. انا بعد تقريبا 24 ساعه بجاوب على كل الاسئله اللي بدكم اياها، تكنيكال مش تكنيكال ما تعتلوا هم، يعني بنعرف شويه بلاطات بنجاوبكم على اللي بدكم اياه. بس هاي هي السيكرت انجريدينت هون هو الحب.